كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سعد الخراز أن تنسيق جار مع الجهات المعنية في الدولة لتفعيل مواد قانون بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين بما يلبي كافة الخدمات والاحتياجات لفئة كبار السن. ومع تفعيل مواد هذا القانون ستشهد البلاد لأول مرة تقديم خدمات لكبار السن لم تقدم لهم من قبل، منها تخصيص مواقف سيارات في الجهات الحكومية والأهلية والجمعيات التعاونية مع تصميم شعار خاص ليوضع في سيارات المستحقين من هذه الفئة. لمسة حانية تخفف قسوة السنين، قانون رعاية المسنين جاء حاملا في جعبته الكثير لهذه الفئة. ما ورد في المادة 9 بخصوص بطاقة أولوية لكبار السن، وبالفعل بدأ التصميم فيها وتوزيعها على المستفيدين منها من هذه الفئة، وبدأ إقرار المواقف الخاصة لكبار السن. تم الانتهاء من خلال هذه الاجتماعات إلى يعني وضع التصور الخاص بشكل اللوحة التي راح توضع وتوزع للمواقف كبار السن. بتفعيل مواد قانون المسنين ستكون الكويت من الدول الرائدة في الشرق الأوسط في خدمة هذه الفئة، حيث سيتم إنشاء منتجع لكبار السن يقدم كافة أنواع الرعاية الإيوائية والنهارية والخدمات الصحية والنفسية والترفيهية. فكرة إنشاء منتجع لكبار السن، وإن شاء الله هذا المنتجع راح يحمل اسم صاحب السمو، اسم الشيخ صباح الأحمد، راح يكون إن شاء الله يعني على مساحة 100,000 متر، راح يخدم هذه الفئة الكبيرة، وهو يعني منتجع يعني حقيقة فريد إن شاء الله، راح يكون من نوعه راح تقدم فيه خدمات ترفيهية وصحية وعلاجية واجتماعية. حوالي إشبيلية والجهراء ستكون فيها مراكز لرعاية كبار السن ضمن الخطة التنموية للدولة، مجهزة بأحدث التصاميم بما يكفل لهم الحياة الكريمة. مروان محرم، تلفزيون دولة الكويت.